السلام عليكم. اليوم نروح لولاية سكيكدا لنعرفكم عن كنز من كنوز الجزائر واللي يتمثل في الحديقة الداخلية لجامعة سكيكدا. في حديقة رائعة بزخم نباتي وغير مسبوق تقع داخل الجامعة نتاع سكيكدا وسط مدينة سكيكدا، واللي احنا مدابينا وأمنيتنا أن يتم فتح هذه الحديقة للزوار وللعشاق نتاع مثل هذه الفضاءات، وأنا واحد منهم. نحب هذه يعني الحدائق الرائعة واللي تشبه كثيرا حديقة الحمة بجزائر العاصمة. إذا نعرفكم بهذه الحديقة الرائعة المخفية في مدينة سكيكدا، ان شاء الله يكون فيه التفاته وجعل بهذا من هذا الفضاء جعل منه حديقه عموميه تنضاف الى مدينه سكيكدا اللي تحتاج يعني الوسط نتاع سكيكدا يحتاج الى مثل هذه الفضاءات الطبيعيه. نترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.